هدفين من كل جانب. البدايه كانت لادريان موتو الدولي الروماني اللي وقع ربع اهدافه هذا الموسم مع فيرنتينا، ثم تعادل بضربه جزاء بعد حصول ريزي على المخالفه ضد كوموتو، وتوتي يسجل هدفه رقم 200 واول هدف لتوتي في ملعب ارتيميو فرانكي. كابتن نادي روما سيؤكد من جديد فورمته الكبيره بما انه بعد هدف جامبيريني الذي ياخذ به الاسبقيه من جديد لفريق فيرنتينا سيتمكن توتي من مغادرة بوروك للمرة الثانية وهدفه رقم 201 و200.